بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. النسخه رقم 116 كاس ملك اسبانيا، مسابقه التي انطلقت في 1903 في موسم 2017-2018 كاس الملك، كما نتابع في ملعب سانتياغو برنابيو الفريق الملكي ريال مدريد صاحب 19 لقب في هذه البطوله، بطوله كاس ملك اسبانيا، وصيف كان في 20 مناسبه أمام فريق ليجانس. هذا الديربي المدريدي، ليجانس الفريق الذي صعد ونجح في البقاء إشبيليا بعد ما تفوق على فريق أتلتيكو مدريد في الذهاب وفي العودة 2-1 ثم 3-1، ويلعب في هذه اللحظات نادي فالنسيا طبعا لقاءه أمام نادي ألافيس. العالي إيسكو، أول هدف في اللقاء، ماذا تفعل إيسكو؟ كرة أمام المرمى ولكن اتأثر فيها النجم إيسكو أمامنا هنا، بيضيع فرصة أولى في هذه المباراة بعد مرور أمامنا هو الدقيقة الثالثة من اللقاء. عاد بأي صفقات، هذه أمامنا كرة مسددة ترتطم الكرة في القائم، كرة مسددة من اللاعب كلاوديو أمامنا هو اللاعب السابق طبعا. سلام على طول هنا من جانب اللاعب اللي بيسدد داركو، ولكن على طول يتصدى كيكو كاسيا في اللقاء. كيكو كاسيا، ادي امامنا هنا التحركات من الجانب اللي بينطلق من خلاله الناجي 19، يعني ريال مدريد تلقى في شباكه 18 هدف، وادي راسيه من جابرييل، كره من البرازيلي جابرييل في اللقطه الماضيه، جابرييل بيريز، ادي جابرييل لكن في ايد الحارس الجابرييل اللي كانت منذ لحظات، وكره خطره جدا ولسه البطوله قائمه وتتلعب بالعرض، خطره جدا، الكره كانت من جانب تيتو، كره من الجانب الايسر بين نور الدين رابط اللي بالانتقادات والنقد من خلال تسجيل، وايسكو فين يا ايسكو؟ بعيده قوي الى خارج الملعب. يعني ايسكو من اللعيبه الممتعه حقيقه في ادائهم، لكن رب حكيمي لعبها قصيره، ناتشو فلسف فيها، تعدي ايريزو، خطره جدا والهدف الاول. خطا في اعاده الكره من اشرف حكيمي، فلسفه من جانب ناتشو في التعامل مع الموقف، اصراع بالورده اللي حط فيها اشرف حكيمي، وايريزو الحقيقه يضعها قويه جدا، وخافيير ايريزو يسجل، لاعب بالباو طبعا السابق اللي امامنا هنا يسجل هدف الاول بقى في الدقيقه اضافي 2-1 بعد كده ريال مدريد 2004-2005، ودي راسيه التعادل تضيع هنا، كره التعادل بتضيع. اسكو الى كريم بنزيما، اول كره تحس فيها ان بيلعبوا كريم بنزيما، برضه المهاجم محتاج اللي يوصله، محتاج اللي يديله الكوره. شوف امامنا هنا كره من مع هدف اللاعب الهسو، ريال مدريد عن طريق اللاعب تيو هل يظبط وتتفوت من ادي امامنا اسينسيو سدد في المرمى، لكن اسينسيو الى خارج الملعب. نسبيا الريال دايما بيتحرك في العمق، وادي كره خطره جدا لكن اشرف حكيمي يبعدها بشكل خاطئ، وكلاوديو بابو في اللقطه الماضيه كاد ان يعقد الموقف. شوف امامنا هنا الابعاد جابرييل وارتطام، حاله استمرار النتيجه سراسل الى وقت اضافي، واستمر الامور هيبقى فيه ركلات ترجيح، ولكن هنا ريال مدريد، هنا النجم الكبير كريم بنزيما هنا في هذه اللقطه التمريره اللي وصلت له الحقيقه باقتدار من الجانب اليمين، ويسجل كريم بنزيما هدف حلو جدا جدا في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني. واسبانيول لقاء الديربي الكتالوني اللي كان انتهى بهدف الاسبانيول في لقاء الكره تعود امامنا الى دييجو ريكو، عدى من لوكا في النسخه رقم 116 لهذه البطوله. الهدف الثاني هنا يسجل فريق نادي ليجانس بهذه الكره الراسيه اللي بتاتي في هذه اللحظات، وفرحه كبيره جدا بالهدف الثاني، الركنيه، تيو هرنانديز عدى وكره على شماله، عايز يعمل عرضيه، عمل عرضيه، فين العرضيه يا تيو؟ ادي تيو امامنا هنا، المرور 2-1 وفي مجموع اللقاءين 2-2 الكرات العاليه، لكن حصار ترتد، كوفازيتش فين يا كوفازيتش؟ فين الكوره؟ بعيده قوي الى خارج الملعب. ادي راموس يسدد، كلاوديو بوبو خطير، ايريسو، لكن يتدخل تيو في منتهى الخطوره، هجمات ليجانس. شوف دايما ليجانس، ادي امامنا الاعاده والشك، تسلل يورينتي وخروج ايضا حكيمي، لكن هنا لمسه من جانب ايسكو، لكن فين يا ايسكو؟ حارس كيبا، حارس بلباو على فكره،
ولكن ما زال هناك أمل في العودة إلى هذه المباراة واستمرار ريال مدريد في المسابقة مع إشبيليا مع فالنسيا. لقائين 2-2 وبفضل التسجيل يعني بنسبة قدم 2-1 لصالح ليجانس. نتيجة تبعد الريال ولكن هم نجحوا في إحراز هدف التأهل. وادي الكرة العرضية ورأسية مايوران أورخا مايوران كاد أن يعادل هنا لكن الضغط كبير. لوكاس فاسكيز وكرة عالية ورأسية المنقذ دائما راموس سيرخو راموس. شوف الكرة أمامنا هنا 69 هدف في مسيرته من